Good cop, bad cop. Bad cop. شرطي من فيلادلفيا يهدد مراهق إن الفيديو الأصلي سجل أكثر من 100,000 إعجاب وأكثر من 2,700 مشاركة. الشرطي: أيها الضخم، هل لديك مشكلة؟ لأنني لاحظت أنك تحاول أن تتحداني بالتحديق بي، هل لديك أي مشكلة أيها الضخم؟ حسنا إذن، تابع مسيرك يا عرصة. في المرة القادمة إذا نظرت في عيني سوف ألقنك درسا لن تنساه. اذهب بعيدا عن نظري الآن. ويقول أحد المصادر لقناة NBC بأن الشرطي يعمل في الضاحية 19، وتقول شرطة فيلادلفيا بأنها سوف تعاقب الشرطي الذي سيخضع للتأديب. لقد وجدنا في هذا مناسبة لنذكر شرطة فيلادلفيا بفيديو التجنيد الخاص بهم. Work under the banner of honor. Work under the banner of service. It's a problem. Okay. Well, keep fucking walking. Work with integrity. And the next time you look me in my fucking eye, I'm gonna beat the shit out you. Become a Philadelphia police officer. I'm gonna beat the shit out you. Now get the fuck out of here.